يعني ال سي دي، ال سي دي بتشتغل لما الشرط بتاع الوايل بيضرب، بس هي ولا مره الشرط بتاع الوايل ضرب، يعني الشرط بتاع الوايل ما جابش فولس، هي خرج بسبب البريك، وطالما خرج بسبب البريك ما بيعديش على الالس، ما بيعديش على الالس. فاحنا الحل احنا ما بنشيلش الالس بس خلاص كده، ونخلي السيلز يعمل بوب كده كده في النهايه، لان الالس كويس برضه معلومه دي جت معروفه، الالس بتشتغل لما الشرط بتاع الوايل يجيب فولس. فهنا حصلت بسبب البريك فمش هتشتغل الالس. اما سيلز دوت بوب كده كده احنا محتاجينها في الاخر، لو جينا جربنا كده كنترول اس ودوسنا في 5 وبعد كده دخلنا بقى ال 100000 بعد كده 200000 كده سالب 1 طلعت معانا النتيجه 150000 كالعاده. دي ايه التعليق الاخير، السلام عليكم.